اليوم شركة عوار للطاقة بالشراكة مع وزارة الطاقة وصندوق تشجيع الطاقة المتجددة جي ريف عم بيوفروا نظام خلايا شمسية مدعوم عبر منحة من الاتحاد الأوروبي لألف منزل بجميع مناطق المملكة. طبعاً مقتنع، زاد اقتناعي لما عرفت أني بستطيع سداد تكلفة النظام خلال سنتين، عدا ذلك هنالك دعم تجعل تكلفة النظام علي بنصف السعر. ولنسهل عليكم عملية تقديم الطلب وفرنا موقع إلكتروني بيسهل على العملاء ومنظمات المجتمع المحلي تحميل بياناتهم ومتابعة التغييرات على حالة الطلب كله بكبسة زر. وفوق هيك نتكفل بمتابعات طلبات شركة الكهرباء بشمال جنوب ووسط المملكة لنحصل على الموافقات لتشغيل النظام. الحمد لله والشكر، سكنت ببيتي الجديد وكان طموح يكون في عندي نظام خلايا شمسية. الحمد لله جماعة قوار توفقت فيهم، ما شاء الله ما قصروا، والله العظيم يوم كشفوا ويوم ركبوا ما حسينا فيهم أبدا، يعني كانوا كتير مريحين وما حسينا أبداً. والأهم من هيك خلصنا من مية ساخنة الشتاء على البواب جاي، خلصنا من فاتورته والمكيف 24 ساعة. الحمد لله والله العظيم ربنا أكرمنا بهم. أنت اثنين. أكثر واحد اثنين استعمل. حجة الشمس الحمد لله الحمد لله رب العالمين، الشمس من عند رب العالمين. والله العظيم يا حجة اللي بيضيع يوم ما ركب خسارة عليه، لازم الجميع تركب. شكرا لشركة قعوار بارك الله فيهم، شكرا لوزارة الطاقة، جهود جبارة الله يعطيهم العافية. لتكون واحد من المستفيدين تأكد يكون عندك مساحة 18 متر مربع على سطح منزلك. بيتكون نظامنا من 8 ألواح خلايا شمسية من الشركة المصنعة سنتك، ومحول عاكس انفرتر بيولد لك بـ 250 ل 300 كيلووات شهري. أنا كمواطن لدي فاتورة كهرباء مرتفعة، فكرت في إيجاد حل لهذا الوضع، فعلمت بأن جمعية عقربة تتعامل مع شركة قعوار برنامج الألف منزل، وتواصلت مع السيد أبو منيب واشتركت في هذا البرنامج. فاتورتي تصل إلى حوالي 100 دينار، أي ما يعادل يعني مصروف 600 كيلو واط أو أكثر. أتوقع من خلال هذا المشروع إن شاء الله أن تتوفر عندي نصف القيمة، يعني ما يعادل 200 إلى 300 كيلو واط حسب سطوع الشمس وظروف المناخية السابقة. صحيح صحيح نعم، وأشجع بدوري الناس إلى التوجه إلى جمعية عقربة للاشتراك بهذا المشروع لما له من فوائد متوقعة كثيرة إن شاء الله. طبعا احنا جمعيتنا ليست الوحيدة الحاصلة على هذه المنحة، هنا مئات الجمعيات اللي حاصلوا على هذه المنحة، نطلب من الجميع مراجعة هذه الجمعيات. لحق حالك وسجل مع مشروع الألف منزل قبل انتهاء مدة تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني أو عن طريق التواصل مع أقرب جمعية تعاونية.